السلام عليكم، معكم سعيدة الزوبع مقاولة ذاتية. الفكرة ديال المشروع ديالي هو عبارة عن مكتبة وخدمات مكتبية اللي بعد درسها من بعد واحد دراسة عميقة من بعد لهاد المنطقة اللي كنتمي ليها بحكم الانتماء ليها، كتعاني الخصص بزاف ديال الخصص خاصة في الخدمات، خاصة بالنسبة للخدمات المكتبية سواء الطباعة أو في الأدوات المدرسية اللي كيعانيو منها الطلبة والتلاميذ، البحوث المدرسية، الفوتوكوبي. بالنسبة للأساتذة كذلك كيعانيو، كان عندهم واحد المشكل كبير بالنسبة لأنهم كيتبلاصاو باش يديروا واحد الفوتوكوبي مثلا ولا واحد الوثيقة ولا جداول ولا فروض مثلا. حنايا انا فكرت علاش ما انني ندير واحد البادره، لان انني بحكم انني واحد المعطله كتقلب على واحد العمل، داكشي علاش فكرت ان المقاول الذاتي هو اللي غادي يقدر يحقق لي واحد النسبه ديال انني ديال المشروع ديال الكفاءه الذاتيه بفضل المبادره التنميه الوطنيه التنميه البشريه اللي كيتراسها صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله وايده، كنشكره جزيل الشكر لانه بفضله تحت لينا اننا هاد الفرصه باش نقدموا هاد المشروع وباش نوصلوا لهاد المرحله هادي. وكنشكروا السي العميل والناس ديال المنصه بطبيعه الحال، وبالنسبه بالفضل ديال المبادره توصلت بهاد لي ماتيريال اللي راني قدرت نخدم عليهم، لي فوتوكوبي ولي بي سي ولي طابليتيد اللي عاونوني في أنني نزيد القدام وأنني نقدم هذا المشروع. شكرا جزيلا. السلام عليكم، أفوكالي يوسف. إذا المشروع هو عبارة عن فضاء لتكوين التواصل. في البداية كانت عبارة عن فكرة، وفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى انطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد نصره الله في 2005، ففكرت باش أنني حنقدم الملف ديالي منصة الشباب بتازة. قدمت الملف وفي لقاء مع فريق العمل هناك أمنوا بالفكرة وبالمشروع، ومن بعد استفدت من تكوين ديال 4 أشهر بالإضافة للمواكبة الفردية. صراحة التكوين كان جيد ومهم بالنسبة لي، عطاني إضافة كبيرة. بعد التكوين قدمت المشروع ديالي أمام اللجنة الأولى، كذلك اللجنة الثانية، وكان لي الشرف أنني نقدمه أمام السيد عامل إقليم تازة اللي بدوره أنه يعجبه المشروع وشجعني ودعمني. والآن حنا في الفضاء، يعني بصدد الفضاء، أنا هذا المشروع خرج لحيز الوجود وحنا بصدد الاشتغال، وهذه قيمة مضافة لمدينة تاهلة بأننا نقدم دروس
ديال اللغه الفرنسيه والانجليزيه، ايضا دروس الدعم لفئات لصالح تلاميذ الابتدائي والاعدادي والثانوي. وبهذه المناسبه كنبغي نشكر صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله على هذه المبادره واهتمامه الكبير بالشباب، وايضا الشكر موصول لعامل اقليم تازة اللي كيدعم الشباب واللي الحضور ديالو عطى اضافه كبيره ليس فقط في المبادرة ولكن حتى الإقليم تازة اللي عرف واحد التطور كبير. وأنا فرحان بزاف لأني قدرت نحقق الحلم ديالي، قدرت نحقق الحلم ديالي اللي هو عبارة عن فضاء للتكوين والتواصل. وهذا الدعم يعني عطاني وقت ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، غادي يخليني نزيد نرفع بسقف التحدي والطموحات ديالي تزيد تكبر إن شاء الله باش المشروع ينجح ويكون ناجح إن شاء الله. وشكرا. اسم أميمة الشلح، سن 22 سنة، حاصلة على الإجازة في مادة علوم الحياة والأرض. بالنسبة للبروجي ديالي عبارة عن مجزرة مختصة بمختلف أنواع اللحوم البيضاء ولحوم الأرانب بالإضافة لبعض المكملات بحال لاصوص الزيتون الفروماج الخلية أيضا. بالنسبة للفكرة في الأول كانت يعني بالنسبة للبروجي كان في الأول عبارة عن فكرة المجزرة كيف تقل العنصر النسوي هنا في مدينة تازة، دونك أنا حبيت هذه الفكرة هذه لأنها بالنسبة لي كتحدي، وبغيت أنني بما أن المرأة توفقت بزاف ديال المجالات فحبيت أنها توفق حتى في هذا المجال أيضا. وبيان سور كانوا بزاف ديال ليزوبستاكل منها الموارد المالية، بصراحة الله ما كنتش كنمتلك يعني المال كافي باش أنني ندير هذا البروجي هذا، سورتو مجزرة عصرية يعني كتطلب واحد المبلغ مالي كبير. دونك ابخي منين دخلت المبادره الوطنيه التنميه البشريه كما قلت لكم الحمد لله يعني تحقق البروجي ديالي ولا في حيز الوجود. مناسبه كنقدم الشكر الجزيل لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده الذي مهد لنا الطريق باش نخرجوا الافكار ديالنا، بطبيعه الحال يعني فتح لنا افاق بهذه المبادره هذه، دونك له جزيل الشكر. وايضا السيد العامل اقليم تازة دونك حتى هو عاوننا بزاف كنشكروه بزاف من قلبنا، وبطبيعه الحال الاصدقاء في منصة الفرقه ديالنا كماغيس لانه فريمون تعبوا علينا في لف المواكبه القبليه ولا في مرحلة التمويل ولا ايضا حتى في المواكبه البعديه، يعني عاونونا بزاف بالنسبه للفورماسيون يعني قدموا لنا معلومات اللي حنا اصلا ما كناش كنعرفوها، عاونونا بزاف دونك كنشكرهم جزيل الشكر. السلام عليكم بعدا ومرحبا بكم كاملين، وكنشكر اولا وقبل كل شيء كنشكر جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده على هذه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي بالفضل ديالها استطعنا نطور واحد الفكره كانت عندي، انني كانت عندي واحد الفكره باش نطور واحد المشروع. الفكره اللي بفضل هذه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه انتم كتشوفوا المشروع ديالي راه تطور، وان شاء الله باغي نزيد نطوره للقدام ان شاء الله، وغادي ندير بواحد المجهود كبير كبير باش يولي هذا المشروع ان شاء الله يوصل لاكثر اكثر من هذا الشيء اللي كتشوفوا دابا،
ومجددا كنقدم الشكر ديالي الجزيل لجلاله الملك محمد السادس نصر الله واياده والسيد العامل والناس ديال المنصه والناس ديال العماله اللي وقفوا معنا كاملين، ومجددا كنشكرهم ونتمنى ان شاء الله تشوفوني تشوفوا المشروع ديالي اكثر من هادشي ان شاء الله. السلام عليكم، معكم من بوبر حده مقاوله ذاتيه. اولا كنتفضل الشكر للمبادره الوطنيه اللي قامت بالواجب ديالها معنا ودعمتنا ووصلتنا شي حاجه ما كنا قادرين نوصلوا لها، اننا كانت عندنا خبره في الخدمه وكان عندنا واحد الطموح نوصلوا بعيد ومن ما كانش عندنا امكانيات باش نوصلوا لها. من بعد ملي التجأنا للمبادره وفرت لنا، انا كنت بغيت هذه الاله هي توفرت لي باش ندخل للسوق، والحمد لله دابا نقدر نتمكن من هذا الشيء هذا. وبهذه المناسبه كنشكر جلاله الملك نصره الله وكنشكر سيد العامل اللي وقف معنا وتدعمنا، وكنشكر ليكيب اللي دارت معنا المواكبه القبليه والبعديه ان شاء الله، وكنشكر جميع اللي حضر معنا في هذا الشيء هذا وشكرا. السلام عليكم، معكم الحسن قلواني رئيس مصلحة ديال تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بعمالة إقليم تازة. في إطار تنزيل البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، صدقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية خلال اجتماعاتها الأخيرة على ما مجموعه 107 ديال المشاريع التنموية لفائدة شباب الإقليم، بلغ تجاوز 17 ديال المليون ديال الدرهم. غتساهم فيه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ب 14 مليون ديال الدرهم. هاد المشاريع همت جميع القطاعات من بينها الخدمات، من بينها التعليم، الارتيزانة. الحمد لله قدرنا نخرجوا مشاريع الارض للواقع اليوم وبداو خدامين هاد المشاريع. المقاربه اللي كنعتمدوا في هذا البرنامج هي مقاربه ديال اننا نغطيو التراب الاقليم كامل، والحمد لله استطعنا اننا نديروا مشاريع في كاع لو تريتوار ديال الاقليم. على سبيل المثال كاين مشروع في جماعه تينس ديال مكتبه متعدده التخصصات، ايضا في جماعه تيزي وسلي، كذلك مدينه تهله. دونك حاولنا نغطيو التراب ديال الاقليم كامل. دونك الخطوه فين وصلنا اليوم الحمد لله بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين في البرنامج، ومن بينهم ولا الشركاء الاساسيين ديالنا اللي هما المركز المغربي للابحاث والدراسه حول المقاوله الاجتماعيه اللي كيشرفوا على المواكبه القبليه والبعديه لهاد الشباب حاملي افكار المشاريع ومشاريع. ايضا جمعيه تازه مبادره اللي كتشرف على تسيير منصه الشباب اللي كاينه في مدينه تازه. الحمد لله كما كتشوفوا اليوم كنتواجدوا في واحد من بين المشاريع اللي خرجت الارض الواقع، واللي هو فضاء افوكا للدعم والتقويه والتواصل. بهذه المناسبه هذه كنشكر الشركاء ديالنا، ايضا كنغتنم الفرصه باش نقول لشباب الاقليم باش يتوجهوا اللي عنده فكره المشروع ولا باغي يدير مشروع وباغي يحطوا على ارض الواقع يتوجه للمنصه ديال الشباب. ان شاء الله غادي نعاونوه باش يخرج هذاك المشروع ديالو لارض الواقع، وشكرا.